لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي المنتخب الوطني المغربي الأولمبي نظيره منتخب أذربيجان، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورة ألعاب التضامن الإسلامية. وكان قد خسر المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في الجولة الأولى ضد منتخب السعودية بهدفين دون مقابل، وسيكون مطالب بنتيجة الفوز ضد منتخب أذربيجان لحسم التأهل إلى الدور الربع النهائي. ويتواجد المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من المنتخب السعودي ومنتخب أذربيجان ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامية المقامة حاليا بتركيا. وتقام المواجهة بين كلا المنتخبين يوم الجمعة القادم 12 غشت انطلاقا من الساعة 11 صباحا بالتوقيت المغربي، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورة ألعاب التضامن الإسلامية. للإشارة المواجهة بين كلا المنتخبين ستنقل على قناة الرياضية المغربية بشكل حصري.